قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بارك الله فيك وأكثر الله من أمثالك ونفع بك والديك ومعلميك والأزهر والناس أجمعين. يعني أنا عايزك تحفظ، أنت حافظ القرآن كامل؟ عايزك تكمل كده حفظ القرآن وتعتنى بيه. ومعايا الطالب مين بقى؟ عمر عبد التواب. هتقول لنا ايه النهارده يا عمر؟ سورة طه بس آيات تانية؟ طب اتفضل قول كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لقومه امكثوا. أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى لما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضم يدك إلى جناحك
عليك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. صدق الله العظيم. يعني ما شاء الله، يعني تبارك الله، ربنا ينفع بيك الأمة يا حبيبي ويجعل القرآن ذخرا لك وشفيعا لك في الدنيا والآخرة ولوالديك ومن علمك القرآن. يا ربي اللي عجبكم الصوت ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشوفكم فيديوهات تانية كتير، واليعني اللي يقدر يوصل صوت عمر لأي حد يقدر يتبنى الصوت ده بحيث ان احنا يبقى عندنا قراء موهوبين ويساعد في الحفظ معاه ويدعم الموهبة دي، يعني يكون جزاه الله خير على هذا العمل الجليل. واشوفكم فيديوهات تانية كتير ومع السلامة. تواب هتقول لنا ايه النهاردة يا عمر؟ سورة طه بس ايات تانية. طب اتفضل قول كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقالوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آيات
الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. صدق الله العظيم. يعني ما شاء الله، يعني تبارك الله، وربنا ينفع بيك الأمة يا حبيبي ويجعل القرآن ذخرا لك وشفيعا لك في الدنيا والآخرة ولوالديك ومن علمك القرآن. يا رب اللي عجبكم الصوت ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واشوفكم فيديوهات تانية كتير، واليعني اللي يقدر يوصل صوت عمر لأي حد يقدر يتبنى الصوت ده، بحيث ان احنا يبقى عندنا قراء موهوبين ويساعد في الحفظ معاه ويدعم الموهبة دي، يعني يكون جزاه الله خير على هذا العمل الجليل. واشوفكم في فيديوهات تانية كتير ومع السلامة. قرينه ربنا، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن. أهلا بيكم في فيديو جديد وطالب جديد وموهبة جديدة من مواهب الأزهر في التلاوة والصوت الحلو في القرآن الكريم. أنا بنشر الفيديوهات دي عشان يعني ندعم الشباب دول، بحيث إن احنا نشجعهم يحفظوا القرآن، ولو حد يتبنى المواهب دي يعني يساعدهم إن هم يتواصل معهم، يروحوا فين أماكن يدعم صوتهم ده وأماكن تساعدهم على الحفظ، لو حد يعني يكون جزاه الله خير يوصلهم إن هم يعني يوصلهم ويدلهم على الطريق الصح، بحيث ان احنا يطلع عندنا شباب قارئين حافظين للقران مجودين مرتلين. والان مع الطالب ايه؟ يوسف احمد. يا يوسف هتقرا ايات من سوره ايه؟ الرحمن. طب علي صوتك شويه. بسم الله. يلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن بارك الله فيك ويعني وجزاك الله خير ونفع بك الأمة واجعله في ميزان حسناتك. طب حافظين أي ابتهالات يا أولاد أو أي أنشودة أو أي حاجة مع بعض؟ طب قولوا كده.
سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إلي أن تتقبلني جلال الخلود ومنك المزيد عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني يوم أني عبيد أحبك ربي وهذا رجائي بأنك تقبلني يا كريم بأنك تقبلني يا كريم سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إلى أن تقبلني منال الخلود ومنك المزيد منال الخلود ومنك المزيد عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عبيد أحبك ربي وهذا رجاك لأنك تقبلني يا كريم لأنك تقبلني يا كريم سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إلى أن تقبلني إلهي الخلود ومنك المزيد إلهي الخلود ومنك المزيد. يعني بارك الله فيكم، يعني الطلبة اللي قدامكم دول يعني مش حافظين للقرآن بس أو أصواتهم حلوة بس، كمان إن هم متفوقين مهذبين جدا، يعني الأزهر يفخر إن في طلاب زي كده، ويعني إن شاء الله في المستقبل هنشوف الناس دي هنشوفهم حاجة كويسة، هنشوفهم في أفضل الأماكن. فأنا يعني بدعو أي حد يشوف الفيديو ويشوف الشباب معايا دول إن يدعم الشباب دول بحيث إنه يعني يوجههم بس الطريق الصح فين اللي يمشوا فيه، بحيث ان احنا يعني نطلع منهم يعني ناس في المستقبل ننفع بهم الأمة ويكون لهم الأجر يعني والثواب. واشوفكم في فيديوهات تانية كتير، وان عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ومع السلامة.